السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نقدم لكم عمل يدوي واللي هو عبارة عن بطاقة تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. فإذا العمل هذه البطاقة واللي هي راح تكون على شكل خروف، احنا بحاجة لورق مقوى أبيض، ورق مقوى أسود، لصاق، مقص، قلم الرصاص، ورقة مطبوع عليها كلمات بمناسبة العيد يعني تهاني. فهنا عندي عيد سعيد، عواشر مبروكة، وهذه باللهجة المغربية: كل عام وأنتم بألف خير، عساكم من عوده، عيد أضحى مبارك، وأجمل التهاني وأطيب الأماني، بالعيد السعيد. نأخذ ورقة تكون ورقة عادية ونطويها بهذا الشكل، ثم نقطعها من هذه الجهة، ولما نفتحها نحصل على هذا الشكل هذا اللي على شكل وردة. ثم ناخذ ورق المقوى الابيض اللي اخذنا على شكل مستطيل، نطويه من الوسط بهذه الطريقة، ثم ناخذ هذا الشكل هذا ونوضعه في الوسط، ونحاول نخلي هذه الجهة من هنا لان البطاقة راح تكون مفتوحة يعني بهذه الطريقة، يعني نحاول نخليها ما نقطع هذه الجهة بهذه الطريقة هذه، ثم نرسم. بهذه الطريقة هذه، فإذا هذا هو الشكل النهائي، ثم نقطعها. هذا هو الشكل النهائي. فإذا هذا هو الخروف اللي أنا عملته باللون الأبيض، ثم راح أعمل وجه الخروف اللي يكون على شكل مثلث. نأخذ قياس تقريبا ثم نقطع على شكل مثلث الطريقة هذه، ثم نحط راس الخروف يعني هذا اللي يكون فوق راسه، وانا اخترت اللون الابيض، قطعه بهذا الشكل هذا. اللي تكون هذا الشكل، ثم العينين اللي يكونوا ايضا باللون الابيض، شكل هذا. ثم ممكن نعمل اذن خروف بالطريقه هذه، ثم نعمل ذيل الخروف وايضا باللون الاسود، نعمله على شكل مثلث. يكون من الخلف الطريقة هذه، ثم نبدأ نلصق. نوضع الوجه، ثم أذنين، ثم العينين، ثم شنو اللي ناقصنا؟ ناقصنا فقط القدمين. احنا نحتاج الأربعة اللي تكون في الأمام واللي تكون في الخلف. هو الخروف أصبح جاهز. نقطع، نختار شي تهنئة
نختار هذه واش مبروكه، ونختار هذا عيد اضحى مبارك. نوضع عليها هي ايضا اللصاق ونلصقها في داخل الخروف بهذه الطريقه هذه. وهو الشكل النهائي، بطاقة التهنية أصبحت جاهزة. أنا عملت 2، لو عمركم شفتوا شي خروف أصفر فهو عندي أنا الخروف الأصفر. نفتح تهنئة، نفتح البطاقة عفوا، ونجد تهنئة في الداخل، كل عام وأنتم بألف خير وعيد أضحى مبارك سعيد. والحاجة الثانية اللي أنا عجبتني في هذه البطاقة هو أن هذا الخروف ممكن يوقف على رجليه. إذا هذا هو الشكل النهائي لبطاقة التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك. أتمنى فكرتنا إعجابكم وتجربوها. شكرا جدا على المتابعة ومع السلامة.